مستني ايه ما تشغلها رجعنا. طيب ممكن اقول لك بتشتغل ازاي واتكل على الله؟ انا دي سهله خالص. لو سبتك هنا هسيبك ميت. خلصنا. ايه اللي حصل؟ حد معاه شمعه؟ ليه؟ النور قطع. انت عملت ايه؟ فصلت الكهرباء عن مولدات الطاقه ففصلت. طب وهنعمل ايه؟ مش عارف. باين كده بقى انهم خاطفين الراجل اللي بيجري ورا يحيى، والمفروض كتبغه ده في الاصل عدو لمصر. المفروض اه. ما انا قلت برضو عطل الاتنين انهم يروحوا هناك، عشان لو راحوا هناك اكيد هيعطلوا يحيى عن اللي بيعمله. وهنفضل كده كتير؟ مش عارف، هو قاطع في المنطقة كلها ولا هنا بس؟ آه، فين صفحة الحرب؟ قطز هيهجم امتى؟ نور لي يا ابني. نور له يا حبيبي، ربنا ينور طريقك، ده عصبي. انت لازم تصدقني، قطز وبيبرس هيهجموا على جيش التتار في أقرب وقت. طب وانت تعب نفسك ليه؟ ابعت رسول للخاقان المعظم هولاكو يشوف رأيه ايه، ورسول لمعسكر غزة يشوف جيش المصريين هجم ولا لا. آه. مفيش وقت. ها؟ ما تسمعش كلامه. ايه ده ايه ده؟ بص، ده جيش من الفرسان جاي على المعسكر، شكلهم كده مماليك مصريين. ده جيش صغير جدا. ده احنا نخلص عليه في دقايق. طب يلا يلا، لازم نرجع على المعسكر ونبلغ القيادة بظهور جيش المماليك عشان نستعد ونقضي عليهم. انا مفيش قدامي حل غير اني اسمع كلام الولد الصغير ده، وابعت رسل لمولاي هولاكو ورسول لمعسكرنا في غزة. اي حركة للجيش غلط، ممكن تكون مش في صالحه.